للمزيد معنا على الهاتف المهندس محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. برحب بك باشمهندس، مساء الخير. نور الحمد لله المشاهدين. أهلا وسهلا بك. يعني في المؤتمر الوطني السابع للشباب شهدنا نماذج مشرفة كثيرة من أبناء الوطن المتميزين والناجحين في مجالاتهم المختلفة، أبطال كل يوم مصري يمر علينا. شهدنا أيضا تكريم واحتفاء بالمنتخب الوطني لكرة اليد لإحرازه البرونزية، شهدنا كذلك إطلاق مبادرات، البدء بمشاريع، إلى إضافة إلى ذلك هذا وذاك طبعا النقاشات والحوارات التي جرت بين القيادة وبينكم كشباب. أبرز ما ميز النسخة السابعة من المؤتمر الوطني للشباب وأكثر ما لامسكم كشباب فيه؟ أعتقد أن النسخة السابعة لمؤتمر الشباب كانت هي استمرار للمؤتمرات الشبابية اللي بيقدمها سيادة الرئيس، وبيأكد أن في إرادة سياسية حقيقية من الدولة على التعامل مع الشباب بشكل أكثر جدية، واستمرار في الاستثمار في الشباب وإعداد جيد، وأعطاه كامل الفرصة بطرح الرؤى والأفكار في وجود كبار مسؤولين الدولة. بتشوفي الحكومة، ناس من قيادات البرلمان، لا وكمان بنلاقي إن الشباب المقترحات بتاعتهم بتتحول لحيز التنفيذ. يمكن من الحاجات اللي بتتميز بيها المؤتمر السابع زي ما حضرتك ذكرتي في المقدمة، إبراز النماذج الناجحة في مصر اللي قادرة ترفع علم مصر في كل المجالات في شتى أنحاء العالم. يمكن ده بيدي للشباب المصري المحبط أو اللي بيقول إن أنا مش هقدر أحقق، الشباب دول طالعين من رحم المعاناة، يعني اللي بتلاقي حصل له حادث أليم في طفولته، أو هو من ذوي القدرات الخاصة، أو إن هو بيحاول ينافس حد في مجاله زي ما شفنا المغنية الأوبرالية في فرنسا عملت إيه في الأوبرا في فرنسا. يعني بيدي للشباب إن لا إحنا قادرين، بس زي ما قال سيادة الرئيس النجاح ما بيتحققش غير بالتركيز وبالعزيمة وبالإرادة وبالإصرار. ويمكن تكريم منتخب اليد زي ما حضرتك قلتي بيدي برضو ان مصر قادره ان هي تحتفي باولادها، وابراز النماذج الناجحه دي اعتقد في كل مؤتمر من المؤتمرات بدا يزيد، وبيخلي الشاب بيلاقي نموذج قدامه غير النماذج اللي بتصدرها بعض الافلام زي ما شفنا في الفتره الاخيره. يمكن سياده الرئيس من اهم التوصيات اللي ذكرها في كلامه واللي اقدر اكمل بيها قصه ان في اراده سياسيه من الدوله لتمكين واعداد الشباب، ان هو بدانا بتحويل المقترحات اللي اتقدمت في نموذج محاكاه الدوله المصريه اللي كان جلسه حواريه شارك فيها تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بالتعاون مع شباب البرنامج الرئاسي وبعض الباحثين من الجامعات المصريه. ان سياده الرئيس قال لا، هي مش بس هتبقى نموذج محاكاه وجلسه وناخد توصيات وبس، لا دي في انعقاد يعتبر دائم واتصال دائم بالحكومه ومؤسساتها، وان على مجموعه الشباب دول يتعاونوا مع بعض فيما تطرحه الحكومه على اجندتها، وان هي تبدا تقدم للحكومه مقترحات ورؤى وافكار للموضوعات اللي على اجنده الحكومه. ويمكن ده هو اكبر مصنع للاعداد القيادي لاعداد رجال الدوله، لان الشباب مش بس بيدرس الاداره وبيدرس سياسه، لا ده كمان بيحتك بقى برجال الدوله حقيقيين من وزراء، وازاي هم بيتعاملوا مع المشكلات، والوزير بيرد عليه فكرته دي قابله للتنفيذ ولا لا، زي ما شفنا في جلسه التحول الرقمي كان في نقاشات ما بين سياده وزير الاتصالات. ويمكن تشكيل مجموعات العمل لمتابعة المشروعات القومية ده بيدي احتكاك للشباب برضو. بشكرك باشمهندس، وصلت الفكرة، ويعني القيادة طرحت الفكرة، وبالتأكيد بدوركم كشباب عليكم العمل المستمر والجاد والاجتهاد ما بين هذه المؤتمرات لتطبيق معطياتها والاستفادة أكثر من نتائجها. بشكرك جزيل الشكر باشمهندس محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.